أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الدفع بعجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين على كافة الصعد من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية بما يواكب المستجدات التنموية لما تمثله من قاعدة هامة تسهم في خلق فرص جديدة لمختلف المشاريع في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، منوها بأن توسعة شبكة الطرق الرئيسية تسهم في رفد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان إذانا بافتتاحه رسميا، حيث نوه سموه بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ أهداف خطة تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى بما يعزز النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة ويسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق بالمملكة، لافتا إلى ضرورة استكمال تنفيذ خطط مشاريع البنية التحتية الأخرى في البحرين على النحو الذي يحقق تطلعات المواطنين ويتماشى مع المتطلبات التنموية في المملكة. وأشار سموه إلى أهمية استمرار تكثيف الجهود في مجال التنمية العمرانية مع ضمان التطوير المستدام بما يعود بالنفع على المواطن على الوطن والمواطنين عبر مواصلة وضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع التطويرية والبرامج التنموية موضع التنفيذ المتقن. بعد ذلك استمع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أوضح معاليه أن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان تقاطع سار يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة والنوعية في قطاع البنية التحتية التي تدعم الأهداف التنموية المنشودة وتسهم في تطوير شبكة الطرق في المملكة من خلال العمل على إيجاد أفضل الحلول لمعالجة الازدحامات المرورية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم الشوارع الرئيسية في البحرين والتخلص من الازدحام المروري الحاصل على منعطف شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان بحيث يرفع السعة الاستيعابية للمركبات من 900 مركبة في الساعة إلى 3600 مركبة في الساعة مما سيسهم في خفض الازدحامات المرورية على هذا الشارع الحيوي الذي يبلغ حجم الحركة المرورية الحالية عليه 173 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين و11 ألف مركبة في الساعة الواحدة للاتجاهين بأوقات الذروة. وأضاف معاليه أن المشروع تضمن إنشاء جسر علوي بمسارين لينقل الحركة المرورية بشكل حر دون توقف للقادمين من جهة الشمال المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مباشرة باتجاه الشرق إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان مدينة عيسى والرفاع، مع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الاتجاهين إلى 5 مسارات وذلك في الجزء المحصور بين تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقاطعه مع شارع البديع. ضمن المشاريع التطويرية لشبكة الطرق في مملكة البحرين قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير تقاطع سار الكائن على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتم إنشاء جسر علوي بمسارين بطول 800 متر لنقل الحركة المرورية بدون توقف من المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مباشرة باتجاه الشرق إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى مدينة عيسى.
وتنوه الوزارة لكل مستخدمي الشارع باتباع الإرشادات التالية. لمستخدمي شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الجنوب، تمت توسيعة الشارع إلى 5 مسارات في كل اتجاه من التقاطع مع شارع البديع لغاية تقاطع سار. للمتجهين جنوباً إلى الرفاع والزلاق ومدينة حمد بإمكانهم استخدام المسارات الثلاثة من جهة اليسار، وللمتجهين إلى سار شارع 13 وجسر الملك فهد ومدينة عيسى بإمكانهم استخدام المسارين من جهة اليمين قبل الحاجز الإسمنتي. وتنوه الوزارة لمستخدمي الطريق أن الشارع بعد الحاجز الإسمنتي راح يتفرع إلى 4 مسارات، المسارين في الجهة اليمنى بيوصلون إلى جسر الملك فهد وتقاطع الجسرة، أما بالنسبة للمتجهين لمدينة عيسى فيقدرون يستخدمون الجسر العلوي بالمسارين من جهة اليسار واللي يؤدي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان، والمتجهين من سار شارع 13 إلى مدينة حمد يقدرون يسلكون المسار الأيسر علشان يندمجون مع الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الجنوب. وبالنسبة للمتجهين من سار شارع 13 إلى المنامة يقدرون يستخدمون المنحدر على شارع الشيخ خليفة بن سلمان للنزول وبعدين الصعود مرة ثانية باتجاه الشمال أو المواصلة بعد النزول على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الشرق. وتم تطوير المنحنى للقادمين من شارع الشيخ عيسى بن سلمان واللي يؤدي إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الشمال ناحية المنامة، راح تتوفر 3 مسارات من جهة اليسار بالإضافة إلى مسارين في جهة اليمين للراغبين للاتجاه إلى شارع البديع، مسارين باتجاه دوار القدم و3 مسارات باتجاه المنامة. مع تحيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نعمل من أجلكم، نطور لخدمتكم.